Shakil Protection. My stress man. الحقوني 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 لسات في سينا ناس دي قاعدين يبسطوني واقف بعيد قاعد بظهر في سنوني الغنية جاية شكلها اسمه جرتقوني الشبكة مكعبة عندهم ضعف في الإشارة بكون مبسوط لما نسمع للبشارة جبت البرسيس أنا لفيت السيارة ما تلعب معانا نحن شخصيات حقارة متوجه لي ماليزيا شكله راكب الطيارة ما تلعب يا أصلي نحن ماسكين السفارة ما تلعب معانا نحن بالين أم السين شغلك مخمر افتح لك مكان عجين يا نحن الخريف ديل الشباط الفية الطين يا كونك ظاهر بدري ما معناها الأفضل جبت السلوك للحدود عشان تتكفل قاعد مختار طيب من المغفل فساس ساسة جيدة حشر لهم قزازة مسكينة ساحة انتو اديناكم اجازة نحن الملوك وانتو شخصيات غيازة الشغلة جايطة قلت تلي بسياجة يا شكلا ما شبعوا قلت اجيب ليهم الزيادة الراب الميديا يا عمك ديل القيادة بيشبه الديك بس في الواقع دجاجة بيشبه الديك بس في الواقع دجاجة بخروها 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 جرتكوها 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 خارب السين ينعل ابوها فبخروها بخروها بخروها يا اخينا يا ولدنا كثير قبلك اتمادوا وقعوا الحس في شبطنا فهاكونا متاتا قالوا وضى ساطة مسح بيك البلاطة عامل شفيت حريف دقيقة استنى يا قراطة ده ما اسمه راب قلبي تعمل فيه عباطة قبل تغني الراب اول اتعلم النظافة متحدي قصة الراب وهو في الواقع زرافة شوف الفرق بين المايسترو فايتك بين مسافة نجا فولنا السين جينا نحب لين بنزين ياخ معروف المايسترو جاي بخبرة السنين ياخ شوف الفيرس نطق الكلام عامل كيف ياخ عثمان ديقنا ده الانجليز بسيل للسيف ياخ ابرد يا اصل اياك والخراب نحن الاثار بس للاسف الفوق تراب انا عمك كبيرة واتت ماتوا يا الشباب نحن البعادة كيف من جاب تشوف سراب اسطوريا شاكل بروتكشن